مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة وجبة كتير طيبة. عنا اول شي لحمة مفرومة، كمان ملح، نص ملعقة صغيرة سبع بهارات، نص ملعقة صغيرة فلفل اسود، بصلتين فرمتن مع بقدونس، عنا هون حبتين بطاطا مسلوقين، شوية جزر، شوية بازيلا، كمان ملعقة طعام طحين، بيضة، نص ملعقة صغيرة بابريكا، نص ملعقة صغيرة ملح، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بدنا نخلط الكفتة، حط فوقها طحين، كمان البيضة، خلطهم منيح مع بعض هون. بعد ما خلطتهم هلا بدي خلط البطاطا والخضرة. بحط قبل ما خلط البطاطا والخضرة بحط فوقهم البابريكا، البهار الملح، خلطهم بإيدي أفضل. بعد ما خلطتهم هلا بدنا نبلش بالطريقة. بعمل الكفتة بهيدي الطريقة، كمان البطاطا، شفتوا كيف بهيدا الشكل. هلا بنسكر الكفتة على البطاطا. حطها بالصينية، كمان رح نعمل وحدة تانية مع بعض. شيل الكفتة، مدها بهيدي الطريقة، بطاطا، بسكر الكفتة منيح على البطاطا، قد ما فيني بسكرها على البطاطا بهيدا الشكل. كمان بحطها هون. نفس الشي لكف الباقيين، بنرجع بنكفي مع بعض. بعد ما عملت الكفتة بهيدا الشكل هلا عندي هون نص كوب مي، ملعقة طعام ونص شراب صلصة البندورة، ربع ملعقة صغيرة سبع بهارات، ونص ملعقة صغيرة ملح، وكمان عنا بصل. أول شي بدنا نحط البصل بهيدا الشكل. ممكن إذا ما بدكم تحطوا بصل تحطوا شي تاني، ما في أي مشكلة، مشروم، فطر، فلايفلي، أي شي متوفر عندكم، بروكلي كمان، جزر، أنتوا اللي بتحبوا تحطوه حطوا، ما في اي مشكلة. هلا بدنا نخلط المي مع هولي. بحط المي فوق الشراب والبهار والملح، بخلطهم منيح مع بعض. هلا بحطهم على الكفتة. بسم الله.
هلأ بحطها بالفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. كمان بعد في عندي هيدولي بدي أعملهم طريقة تانية. حطيت زيت بالصينية بدهنها، بحط الكفتة. هذه طريقة سهلة، اللي ما بده يعمل الطريقة الأساسية فيه يعمل هيدي الطريقة أسهل. بمدهم كمان بالصينية، وبحط عليهم البطاطا. مد البطاطا كمان عليهم. كمان بحط عليهم خلطة الشراب والملح والبهار. هلأ بحطهم بالفرن. هيدي الوجبة بعد ما طلعت من الفرن، هلأ عندي جبنة موزاريلا بدي احط على الوجه. هلأ برجع بحطها بالفرن، بس بحمي الفرن من الأعلى لتذوب الجبنة. هيدي الوجبة بعد ما حطيتها بالفرن وصارت بهيدا الشكل، عملت عجنبها سلطة شكلها كتير روعة. لنشوف مع بعض كيف طلعت. هيدا الشكل. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.